مرحبا، يعيشك صباح الورد والياسمين شهاب ونجم ومستمعي الاذاعه الوطنيه. التوانسه شنو يحكي؟ ونعرفوا انه توا دنيا سخانه والتونسي يلقى روحه يهرب من السخانه هذه للبحر، لكن في المده الاخيره فما برشا ناس يقولوا انه البحر قاعد يدخل في صغارهم الداخل. عبد كبير ينجم يتحكم في روحه وينجم يخرج، لكن قالوا برشا انهم لاحظوا انه البحر قاعد يدخل في الصغار الداخل ويلقاو شويه صعوبه في تخريجهم. باش نحكيو على موجات المد البحري واللي يتقال انه هي السبب في ارتفاع زاد عدد الغرقى، باش نشوفوا شنو صحيح في الكلام هذا، وباش نرجعوا كيف على ثوران بركان اتنا كنا حكينا عليه المره اللي فاتت، وباش نشوفوا تاثيراته من وقت ذاك لليوم على السواحل التونسيه وخصوصا جربه. وفي الجزء الثاني من حصتنا باش نحكيوا على مخرجات المجلس الاداري الاخير ومجهودات كونفدراليه المؤسسات المواطنه التونسيه كونكت لمرافقه اصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطه. المواضيع هذه نتابعها في فقره حديث الساعه. المشهد الان حديث الساعه. وقبل ما نمشيوا للموضوع الاول، انا نحب نعاود نعرج على الافتتاحيه نتاع نجم الدين اليوم، وايضا ما تعلق بالاشكال اللي طرحته الحقيقه البارح فيما يتعلق بنهب مدخرات الوطنيه، خاصه السرقه نتاع الماء والضوء التيار الكهربائي والماء. وذكرت طرحت مثال في سيدي بوزيد اليوم، يوم أمس الخبر نزل على الصفحة الخاصة بالإذاعة الوطنية التونسية، إزالة أكثر من 70 عملية ربط عشوائي بالماء الصالح للشرب بمعتمدية بير لحفي. هذه معتمدية من بين 12 معتمدية، فهذا يوضح الصورة شوية. راو اليوم عمليات سرق و سرقة ونهب كبير للتيار الكهربائي للماء الصالح للشرابك، علاش نعانيه من العديد من الانقطاعات؟ فضروري جدا من الضرب على أيادي العابثين بمصالح التونسيين والتونسيين. هو صحيح شهاب، حتى من غير سرقة الكهرباء وغيره، ثم في الفترة الأخرانية قاعدين نتابعوا في عمليات متاع حجز معدات لحفر الأبار العشوائية في عدة مناطق، سواء في الوسط الغربي في قروان في غيرها في الفترة الأخرانية، ونعرف اللي ثم زاد كثير من الأبار العشوائية قاعدة تستنزف في المائدة المائية في عديد الجهات اللي هي تعبة بطبيعتها، وزيد ثم معناها استغلال مكثف ومفرط لها. صحيح في وقت من الأوقات بداية الفلاحة المروية في عديد الجهات في قفصة في قروان في سيدي بوزيد غيرها بدأت بالأبار، وكانت وقتها نقص في الابار هذه، لكن توا ولات برشا، ولات الناس الكل تعمل عليها، وهذاك علاش اللي ضر بالمائده المائيه، ولات القدره نتاعها ضعيفه ياسر، ولات مهدده في الفتره الاخرانيه، وما عادش الناس حتى قادره باش تلقى كيفاش تشرب. وهذا اللي قاعد اللي صاير في الفتره الاخرانيه، خاصه في الجهات اللي هي ماهيش مرتبطه لا بجمعيات مائيه ولا بمياه الحنفيه مياه الصنات. ولا انا باش نضيف لك معلومة، هي معلومة يعني السرقات راه سرقات تطال ماء الصناد ويقع استغلاله في الري. أيوة. يعني اليوم تصير يعني يجبدوا الماء قبل المونجال أي ويسقيوا به من القنوات مباشرة، حتى رئيس الجمهورية البارح تحدث عليها ولوت البارحية، وهذا صاير للأسف شديد. وكعلاش اليوم يلزم جهود كبيرة في مراقبة يعني القنوات متاع المياه وين تمشي بالضبط، يعني على خاطر العملية السرقة كبيرة. تحية كبيرة برشا لكل العاملين في هذا الإطار. لما نحكيه على إزالة أكثر من 70 عملية ربط عشوائي بالماء الصالح للشرب بمعتمدية بير الحفي، هذا مجهود يذكر فيشكر، ولكن يظل غير كافي. رأي العمليات كبيرة برشا، واليوم قبل الغدوة يلزمنا نقفوا سد منيع أمام كل هذه العمليات اللي تستهدف مدخرات التونسيين والتونسيات وحقهم بطبيعة الحال وثروتهم الوطنية. ما ثم حتى حد فوق راس وريش، يعني القانون يطبق على الجميع، فما بالك باللي يسرقوا في ثروتنا الوطنية. احنا باش
نمشيو لأولى مواضيعنا في حديث الساعة نعيمة، وضيفنا الكريم مشكور جدا موجود على الهاتف. مش نمشيو من المياه الصالحة لشرب المياه البحر، نحكيو هنية على موجات المد البحري اللي صار حديث مؤخرا على أنه عندها سبب في ارتفاع عدد الغرقاء. احنا باش ناخذوا صحيح في الكلام هذايا مع المختص في المخاطر الطبيعية والأستاذ المبرز في الجغرافيا سي عامر بحبة. صباح النور ومرحبا بك على موجات الإذاعة الوطنية. صباح الخير، عسلامة، تحية لكم، تحية للسادة المستمع. شنو إجابتك سي عامر بخصوص اللي قاعد يتقال بأنه موجات المد البحري عندها تأثير على ارتفاع حالة الغرق عنا في تونس؟ هو صحيح، حالة الغرق في تونس في هذه الصيف نجم نقوله رقم كبير نسبيا. اليوم الصباح الناطق الرسمي باسم الحماية المدنية قال اللي تقريبا ثم صارت 267 حالة يعني إنقاذ إلى آخره من 1 جوان حتى اليوم أمس 23 جويلية، وفما تم إنقاذ تقريب 267 شخص وفما 42 وفاة. يعني أرقام كبيرة شوية، ولكن في الحقيقة فما برشا إشاعات في الموضوع ذا. نعطيكم يعني كل التفاصيل. أولا يعني بركان إتنا الساعة ديجا كنا حكينا عليه سابقا، هو قبل ما نمشيو البركان إتنا بعد إذنك أستاذ عامر، يعني اللي يسمعوا فينا باش يفهمونا بالقداء، يقولك اليوم فيما يتعلق بموجات المد البحري الكورينتي قوي أكثر من العوام اللي فاتوا. المعلومة هذه صحيحة ولا مش صحيحة؟ يعني أولا الكورينتي ولا التيارات البحرية إلى آخره مش في علاقة بأمواج المد البحري تسونامي ولا بالحركة الزلزالية ولا البركانية إلى آخره. بالنسبة للأمواج هذه والتيارات البحرية راهي متعلقة بالرياح، وفما تيارات بحرية موجودة في كل بحار العالم، تيارات عادية موجودة مش جديدة. اللي وقع مؤخرا، أنا كنت باش نخلي الحكاية دي في الأخر خاطر كنت باش نعمل كلمة ديمونستراسيون، مسالش نبدأ من الأخر وبعد نرجع لل يعني ملول. اللي صاير في شطوطنا هي معناتها قاعدين نعيشوا في أيام هذه الأخرانية، معناتها ارتفاع كبير، يعني ارتفاع في سرعة الرياح في شمال تونس، فما برشا رياح خاصة نهار الاثنين، حتى اليوم وامس زاد كيف كيف فما زاد يعني رياح نقصت شويه ولكن مازالت قويه. وديجا في شمال تونس في الحقيقه السباحه نجم نقولوا ممنوعه حتى الغدوه، لانه فما رياح قويه، حتى لكان باش نعوموا ممكن ما ندخلوش برشا، ندخلوا بعض الامطار فقط، خاصه الناس اللي ديجا موجودين على البحر ولا واخذين عطل الى اخره، ولكن ما ننصحوش بال يعني بالسباحة في شمال تونس. في شرق تونس الرياح والأمواج أقل، النجم نعومه ولكن مع الانتباه الشديد، مع هذا اليوم وحتى غدوة نهار الجمعة إن شاء الله يرجع الطقس عادي، النجم نعومه والرياح مش تطيح، يعني بتقولي فما رياح عادية معناتها مش تطيح برشا والأمواج. يا سي عامر بالله ما يسالش، خليني نتفاعل معاك وخلينا حتى توضح الصورة للناس ويفهمونا بالقداء. يقال دائما بالنسبة للمصطفين عموما وأنه البحر وقتش يبدأ يخوف مش وقت اللي يبدأ فيه الموج عالي، وإنما كي يبدأ صافي يقول لك وأنه فما تيارات تحت الماء تجبد، يعني البحر يجبد الداخل لما يبدأ صافي مش لما تبدأ موجات عالية. لما تبدأ موجات عالية يقول لك عموم التونسي يقول وأنه مش مخطر، أما وقتاش مخطر كي يبدأ صافي زيتي يقول لك، فالكورينتي يبدأ قوي برشا تحت الماء. صحيحة المعلومة؟ على ما أظن معلومة مش صحيحة، لأنه اللي نعرفه وهذا معروف حتى عند أغلب الباحثين، اللي معناتها الرياح كي تبدأ عندي رياح قوية، رياح شرقية مثلا ولا شمالية تضرب في السواحل التونسية، الأمواج مش تقوى مش تضرب بقوة يعني الشطوط، في العملية متاع رجوعها باش ترجع بقوة، معناتها كيما تدخل بقوة كيما تضرب الشواطئ بقوة باش ترجع بقوة، خاطر فما انرجي كبيرة في العملية متاع رجوعها، يعني من الرمل في البحر تجبت. وقتها ينشط ما يسمى بالتيار الساحب. شنو التيار الساحب هذا؟ هو التيار اسمه على جسمه يسحب معاه الناس المصطفين المواطنين يعني لداخل، وكعلاش يعني المواطن يولي يحس بأكثر صعوبة
باش يعاود يرجع للشط. اي هذه تسمى التيار الساحب. صحيح. والتيارات الساحبه نلقاوها في بعض المناطق، معناتها تلقى ساعات فما تلقى على اليمين فما موجه، على اليسار فما موجه، في الوسط مست. يبدا البحر كالم ولكن يعني زي من الفوق، معناتها بالاحلى يعني اللي احنا نشوفوه بالعين المجرده. ولكن من اللوطه يبدا فما تيار ساحب ينجم يسحبك لداخل، ولا قدر الله ما تنجمش ترجع. هذا يتسمى التيار الساحب. فما زادة اللي تكون مثلا على السواحل الشرقية التونسية، كي تكون فما تيارات تاريح قوية غربية ولا شمالية غربية، دونك الرياح باش تمشي من اليابسة نحو وسط البحر، معناتها دونك باش تولي يعني معناتها بالقوة نتاع الرياح وحتى الماء باش تولي الإنسان يحس بالرزانة، معناتها باش يعاود يرجع للشط، لأنه الرياح وحتى الماء يكون ماشي أكثر لداخل مش وراجع للشط، يبدأ يعوم ضد التيار. ولا يبدأ يعوم ضد التيار، في الحالة هذه يعني تكون فما إشكالية، فما مشكل متاع كونه يعني السباح ولا المواطن واللي قاعد يعوم يوصل للشط بسهولة، يتشد غاديك الداخل وك علاش بتالي يولي من الجمش يرجع، تولي وقت الحماية المدنية تدخل إلى آخره. دونك هذه المعروف معناتها. صديقنا نجم الدين العكاري محلل حصة يتفاعل معك. أستاذ عامر أعيشك. أستاذ عامر، حبيت أن نشوف حتى في دول الجوار في المتوسط، البارح في مصر ثم ارتفاع كبير لأمواج البحر، وفي عدة شواطئ وعدة جهات وأقاليم مصرية تم إيقاف ولا منع السباحة خوفا من التمدد الأمواج هذه والعلو متاحة، وحتى ثم برشا ناس قالوا ثم إمكانية لحصول تسونامي، رغم أنه تسونامي ديما نقوله اللي هو ناتج عن زلازل داخل البحر أكثر منه، معناه ارتفاع موجات وغيره. ما صحة هذا، خاصة ثم تخوفات في تونس وفي بعض المناطق دون غيرها، شنو صحة الناس هذه؟ شنو نجم نطمن التوانسة في الشأن هذا؟ هي الحكايه دي صارت خاصه في يعني في محافظه بورسعيد، هذا في شواطئ بورسعيد المصريه مش في كل مصر، وفما يعني ممكن المحافظ بتاع الولايه دي يعني منع الانشطه البحريه والسباحه بسبب ارتفاع الامواج. الارتفاع بتاع الامواج اللي صار في مصر هو ارتفاع عادي طبيعي، معناتها ما يخوفش، كما صار في تونس بالضبط. تتفكروا زوما منذ يومين في تونس فما برشا رياح، وديجا لليوم مازالت موجوده ولكن نقصت شويه، ما مازالت فما سرعه نتاع ارتفاع، فما سرعه في الرياح خلات فما ارتفاع في الامواج نتيجه هبوب رياح شماليه، تيارات شماليه. ديجا توا في تونس الناس كل تعرفوا قاعدين يعيشوا في فتره بين ظفرين بارده ولا منعشه ولا معتدله، خاطر فما رياح شماليه الى اخره. الرياح هذه نفسها نشطت في شمال الجزائر، في تونس الكل، في شمال ليبيا وحتى في مصر. والسبب نتاع الامواج هذه هي الرياح فقط، ما عندهاش حتى علاقه بامواج المد البحري تسونامي. نزيد نعطيكم اكثر تفاصيل. في الايام الاخيره الكل معناتها وقعت عده ترجات في اليونان، في تركيا، في جنوب ايطاليا، وهذا راهو يوقع كل يوم. نعطيكم حتى بعض الارقام، تقريبا كل يوم في الثلاثه دول هذه تقع 100 رج تقريبا. في تركيا بركه يوم امس، ولكن ضعيف في تركيا. هذه احصائيات راهو المركز الاوروبي لرصد الزلازل، وهو من اهم المؤسسات في العالم اللي تهتم بالنشاط الزلزالي. هذا المركز موجود على شبكه الانترنت، نجموا تدخلوا وتشوفوا الخرائط، تشوفوا الارقام وتشوفوا الليستة تاع الزلازل كل لحظه بلحظه دقيقه بدقيقه. هذوما كلهم رجات ويوقعوا مش كان امس ولامس، يوقعوا كل يوم كل يوم كل شهر كل عام، مش جديده. وهي بكلها رجات خفيفه من 1 إلى 3 درجات، في بعض الاحيان ما نحسوش بها اصلا، في بعض الاحيان الرجات تنجم توصل 5 درجات او اكثر شويه، كيما وقع في سواحل جنوب اليونان منذ ايام. وذاك علاش هي صارت الاشاعه هذه، لانه صار الزلزال كاي 5.2 او 5.3 في جنوب اليونان، بين قوسين راهو بعيد عن السواحل المصريه والسواحل الليبيه 300 كيلومتر كامله، معناتها مش في مصر ولا مش في ليبيا. وانتشرت الاشاعات كونه باش يصير زلزال. راهو الزلزال عنده زوج شروط، الشرط الاولاني لازم يكون رجه قويه يعني على سلم ريشتر على الاقل 7 درجات او اكثر، وهذا موقعش تعرفوا معناتها في المتوسط راهو 7 درجات مش ديما، راهو يوقع مره كل عده وحتى عشرات السنوات ساعات. اخرها السنه الماضيه في تركيا والمغرب رينا زلزال قويه، ولكن صحيح في نفس العام، ولكن
معناتها كي نرجو سنوات اخرى طويله ما نلقاوش برشا مرات معناتها 7 درجات، في ديما في اغلب الاحيان من 1 لـ5 درجات، ساعات نفوتوا 5 نوصلوا للستة ولا ولكن هذا مش ديما. الزلزال لازم يكون في البحر بقوه 7 على الاقل، 7 8 9 في المتوسط مش ديما، ولازم يكون في البحر مش في اليابسه. ديجا زلزال المغرب وزلزال تركيا معناتها ونش تسونامي لانه صار لانه صاروا في اليابسه. دونك في الايام الاخيره الكل ما صارش حتى زلزال قوي، اقوى واحد هذا واحد بركه 5 وشويه، الاخرين الكل معناتها مئات الرجات معناتها درجه 2 3، وهذوما الرجات هذيا بما فيها 5.3 مستحيل باش تعمل زلزال باش تعمل تسونامي. هو ما يقع تداوله هو انه الناس متخوفه من ثوران بركان إتنا وتاثير على موجات المد البحري وعلى الرياح عموما. هل صحيح وأنه نجم نخاف من ثوران بركان إتنا اليوم في تونس؟ فما تحذيرات أصلا على الفيسبوك لمتساكني جربة، صحيح ولا لا؟ مش صحيح بالنسبة للبركان إتنا، صحيح فما كونه هو في ثوران منذ تقريبا 3 أسابيع، دخلنا توا في الأسبوع الثالث. فما الغازات نتاع ثاني اكسيد الكبريت كنا حكينا عليها سابقا، مشات ليبيا مصر الجزائر حتى تونس شويه مش برشا، وحتى الغازات هذه ما فماش منها خطر. نعطيكم حتى اخر تحيين هو توا صاير اليوم بركه وامس صاير، وفما كميات نتاع نتاع يعني فما موجه نتاع غاز نتاع ثاني اكسيد الكبريت موجود في توا في سواحل معناتها الليبيه وحتى المصريه مش في تونس، ولكن موجودة في الغلاف الجوي الفوق على ارتفاع يعني 2 و3 و4 و5 كيلومتر، مش حتى على سطح الأرض، حتى في مصر وليبيا وين فما توا هذه الغازات ما عندهاش تأثير، لأنه سطح الأرض تقريبا نظيف، فما كميات ضعيفة جدا جدا جدا، يعني ما تقلقش بالكل. وفي تونس لا، ماناش يعني هذه الغازات مش موجودة في تونس، تو موجودة في ليبيا وفي مصر فقط، وماشي للشرق، ديجا ماشي للشرق، ماشي للشرق الأوسط، مش على تونس، وربما الأيام القادمة ممكن بعد 5 6 أيام ممكن فما كميات أخرى باش تكون موجودة في شمال أفريقيا، ليبيا ولا حتى الجزائر، ممكن حتى تونس، ولكن كميات ضعيفة، وديما كما قلت موجودة في الغلاف الجوي الفوق ما تأثرش. دونك هذا على مستوى الغازات. بالنسبة للبحر البراكين ما عندهاش حتى تأثير على مستوى البحر، لا تسخن مياه البحر، لا تزيد في سرعه يعني الرياح، لا تزيد في ارتفاع الامواج، لا تعمل موجات مد بحري تسونامي. هذه الكول اللي كاين ما عندوش حتى دخل البركان، اللي يعمل التسونامي هو الزلزال، والزلزال لازم يكون قوي ويكون في البحر. دونك الكلام هذا اللي قاعد يدور الكول اللي كاين هو شنو اللي صار، معناتها اللي صار اللي في نفس الوقت صار الزلزال هذا المتوسط في جنوب اليونان مع بركان إتنا مع جات الرياح اللي خلت الامواج عاليه. فما بعض الصفحات راهي ماشي مواقع علمية راهو، فما صفحات يعني ما عندهاش حتى علاقة بالمناخ وبالطقس وبالمخاطر الطبيعية يعني إلى آخره، استغلت الفرصة خاطر فما شوية رياح وشوية أمواج وقالت فما تسونامي، وهذا بطبيعة ما عندوش حتى علاقة بالواقع. بارك الله فيك، شكرا جزيلا على توضيحك. علاش احنا نتواصل دائما مع أهل الاختصاص حتى نقدم الصورة واضحة وجلية. مشكور جدا أستاذ عمر بحبة المختص في المخاطر الطبيعية على كل ما أفدتنا به، هكا تكون وضحت الصورة نجم ونعيمة، لا مجال للإثارة، وإحنا مش حمل إثارات أخرى، نحاول وأنه نمشيه للمصادر المختصة حتى نقدم الصورة واضحة للناس. البراكين ما عندها حتى علاقة بالتسونامي، وما هوش صحيح الكلام اللي يقع تداوله على منصات التواصل الاجتماعي. احنا نقولوا ربي يهديك اهو. منتصف النهار و33 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، نتوقف الآن مستمعينا الكرام ليرفع لحضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها. الله أكبر.